حرس طريف دمشق. حلو، منيحة طلعت القضية. آثار الدمار والقصف. بيطلع هلا شو اسمه الصور بيطلع منه. المنشآت الحكومية ولا المباني السكنية سلمت من هذا القصف. أصوات القصف لا تهدأ في مدينة حرستا حتى القناصين المتمركزين في الأبنية العالية. يمكننا سماع أصوات القصف ورشقات الرصاص من القناصة المتمركزين على أطراف حرستا. هيا آثار الدمار. مدينة حرستا، إريف دمشق.